الصدر حاكم، مقتدى 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 الصدر قاتل، مقتدى الصدر حاكم، مقتدى الصدر حاكم، مقتدى الصدر حاكم، مقتدى الصدر حاكم، مقتدى الصدر. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. طبعا واصل متظاهرو ثورة تشرين اليوم في بغداد والمحافظات العراقية تظاهراتهم المطالبة بإسقاط النظام الرافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة. في بغداد خرجت تظاهرات طلابية كبيرة استجابة لدعوة اتحاد الطلبة، ورددوا هتافات منددة بسلطة الأحزاب الفاسدة. في الناصرية قطع المتظاهرون الطرق الرئيسية تأكيدا على استمرار الإضراب العام، في وقت خرج طلبة ذيقار في تظاهرات حاشدة. في النجف أقام طلبتها تشييعا رمزيا للطلبة الذين استشهدوا من جراء هجمات القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا التابعين لمقتدى الصدر، وأكدوا في الوقت نفسه بأن محاولاته لإسكات الثورة لن تنجح. طبعا توافد الآلاف من طلبة كليات وجامعات العاصمة بغداد ومدارسها الثانوية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وأكدوا على استمرار الإضراب العام ورفضا لتكليف مرشح الأحزاب محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء. خلونا نشوف المقطع لتجمع طلاب جامعات بغداد والثانويات في العاصمة. لأن أحرار احنا ولبهاي الدار، ولأن أو عبيدكم، ولأن أي وطن ما عندكم، ضابطونا بحقد ظنكم نقل وزراء. كذلك نظم طلبة الجامعات والمدارس في بغداد وقفة تضامنية مع ثوار تشرين أمام المطعم التركي في ساحة التحرير. ردد الطلاب هتافات أكدوا فيها استقلالية تظاهراتهم السلمية وعدم تبعيتهم للأحزاب والكتل السياسية التي قالوا بأنها تخدم أجندات خارجية، كما وأكدوا استمرارهم بالإضراب العام عن الدوام حتى تحقيق جميع مطالب الثوار. خلونا نشوف الوقفة التضامنية من قبل طلاب الجامعات والثانويات في العاصمة بغداد مع ثوار تشرين أمام المطعم التركي في ساحة التحرير. أحرار مصر مديونة، أحرار مصر مديونة، أحرار مصر مديونة. كذلك تجمع حشد من المتظاهرين من حملة الشهادات العليا قرب مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد تأكيدا على استمرار الإضراب العام، وردد المتظاهرون هتافات رافضة لاستمرار الأحزاب الفاسدة وميليشياتها على رأس السلطة، وأخرى تندد باستمرار قمع المتظاهرين ومحاولة فض اعتصاماتهم. نشوف جانب من الحشد الكبير الذي تجمع أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل حملة الشهادات العليا في العراق.
مثل ما شفنا تجمعات حاشدة اليوم خرج بها طلاب الجامعات في العاصمة بغداد، وكذلك يعني في المحافظات الأخرى مثل ما راح نشوف في المقاطع التالية. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك وتحية لجماهير الرافدين، تحية لشعب العراق العظيم، وتحية لأبناء ثورة تشرين اللي صامدين أمام كل القوى العاتية اللي تريد تكسرهم، لكن هم ما دام عراقيين ويحملون علم العراق هم ما راح ينكسرون إن شاء الله، إن الله سبحانه وتعالى والخيرين وياهم. دائما الكل معروف هذه كل ثورة إذا لم يكن الطلاب ركن أساسي في هذه الثورة الثورات لا تنجح، لأن كل الثورات تريد تبني مستقبل، والمستقبل هو بيد شبابنا وأطفالنا اللي هم الطلبة طلبة العلم. اليوم حقيقة مظاهرات طلعت في جميع محافظات العراق، هي طلعت لسببين: أولا لتأييد التظاهر وتأييد صمودهم، وكذلك لكسر شوكة أصحاب القبعات الزرق لكل امتدادهم من سرايا السلام الجيش المهدي إلى قائدهم الآن اللي جالس في إيران ويغرب. وظهورهم اليوم يقول أنه لا تراجع، هناك إملاءات لكل يعني ضرب السيد مقتدى وقال الجديد ينفذون المتظاهرين، ضربوها بعرض الحائط وقالوا إحنا نلزم بس كلمة واحدة اللي هو قبل الاعتذار من المتظاهرين. لكن احنا بنقول الاعتذار ليه؟ دائما الاعتذار ياتي من خطا، وسيد مقتدى او مقتدى لان ابوه سيد محمد قال انه يعتذر ما دام اذا انت اذا ارتكبت الخطا يجب ان يعاقبك بالقانون. احنا ما نريد اعتذار، المتظاهرين ما يريد احد يعتذر منهم. اذا قبلوا اعتذار مقتدى يعني يقبلون اعتذار الطرف الثالث اللي هو احدهم الان طلع. فلذلك كل الاملاءات اللي قالها هي كلها تنكيل وكذب ودلائل على 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 المتظاهرين. اكو قال اشياء حقيقه مخزيه، ماذا واحد يقولها على قناتكم الكريمه اللي يثبت على المتظاهرين اشياء هو يريد بس يقبلون حتى يقول هم يسوون هذا الامر، لكن ما يدري ان المتظاهرون اذكى من عنده وهم سياسيين وهم اطفال يمارسون السياسه، مو مثلهم هم بس يمتهنون السياسه. فلذلك اليوم ثوره الطلاب ورده فعل الطلاب هذه متوقعه من ابناء ثوره تشرين، وهم العصب الأساس في ثورة تشرين، وراح تبقى ثورة تشرين دائما إن شاء الله بدوام العراق الكريم العراق العظيم اللي حقيقة أنتم يعني مو أما نتكلم بقناتكم، أنتم ومجموعة بعض القنوات اللي الشريفة اللي دافع عن اسم العراق وتذكر اسم العراق بغض النظر أنه أي توجه أي أسلوب أي حزب أو غيرها. اليوم إحنا كل الشرفاء بالعالم يقول أنه هو العراق أولا، وإن شاء الله يكون العراق هو أولاً وهو أخير. وتقول لكل اللي يريد يكسر شوكة العراق ما تقدرون تكسرونهم، لأن أولاً الله سبحانه وتعالى وياهم، وثاني اللي هم يدافعون عن العراق، والعراق عمره ما ينكسر. وأنا أشكرك أستاذ عمر على أشكرك أبو علي من واسط، وأشكر الجمهور الرافدين. حياك الله حياك الله يا أهلا بك. رسالة على الواتساب من أبو حيدر النجف يقول بها: ما يحدث في العراق من قمع وقتل وخطف للمتظاهرين والناشطين أمام أعين القوات الأمنية يقول دليل قطعي بل تآمري للأحزاب مع القوات الأمنية لقمع ساحات الاعتصام بكافة الوسائل والطرق حتى تخلو الساحات لإيران وأحزابها الفاسدون، وهم لا يعلمون بأن هذه الثورة هي التي ستحقق بإذن الله النصر، وسيكون العراق أول دولة وهذه الثورة تمثل ثورة علي على ثورة المظلوم، وسينتصر الدم على السيف بإذن الله. رحم الله شهداؤنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحنا الأبطال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رسالة أخرى: نحن نستمر بالإضراب العام حتى تحقيق المطالب الشعبية، وإن شاء الله يعم الأمن والأمان في العراق، وأنا من الناصرية طالبة إعدادية، ونحن سوف نستمر بالإضراب. تقول ماكو وطن ماكو دوام. الله يرحم شهداء العراق أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسالة يقول فيها أو تقول فيها لم يذكر الاسم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ماكو أحد
يحب أو يهتم أو يشعر بالحنان، ولا أحد يبكي على العراق، كلهم كذابون في الهوى سوا. أخي أو أختي، إحنا بدنا نشوف تضحيات الشباب العراقي، بدنا نشوف هذه التظاهرات الحاشدة الكبيرة التي تخرج منذ 5 أشهر، لم يرهبهم لا رصاص ولا قنابل الغاز ولا الخطف ولا التهديد، بل هم مستمرون على هذا الطريق. نعم، طبعا اليوم كذلك شهدت جامعة بغداد وقفة احتجاجية للطلاب داخل الحرم الجامعي تضامنا مع معتصمي الثورة. ردد الطلاب هتافات أكدوا استمرارهم بالإضراب العام عن الدوام حتى تحقيق جميع مطالب المتظاهرين. نشوف مقتطف من داخل الحرم الجامعي لجامعة بغداد ونرجع لكم. نعم، زهراء من العمارة تقول السلام عليكم، أحلى تحية لقناتكم الموقرة، تقول ربي يحميكم ويوفقكم، تقول الله يحمي المتظاهرين وإن شاء الله منصورين على الحكومة الفاسدة. رسالة أخرى من رشا من بغداد تقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من قتل أولادنا المتظاهرين ومن ساعد في قتلهم. أم رشا من بغداد. معنا اتصال، في اتصال. أم محمد من بغداد. أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. أبو محمد تسلم. وشلونك أستاذ عمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك لقناة الرافدين البطلة. حياك الله يا أهلا بك، وتحية إلى كل قناة واكبة المظاهرات السلمية العراقية الأصيلة. تحية إلهم وهذا فضلهم ما ينسي إن شاء الله. نعم أبو محمد. سيد عمر تفضل. يعني احنا ندعو المتظاهرين والطلبة، الطلبة الله يرضى عليهم ان شاء الله، كل ما يطلعون الطلبة ويترسون ساحة التحرير ويترسون الساحات، هذا النصر ان شاء الله لهم، لهم جزء من النصر العظيم للطلبة ذول الشباب الحلوين الله اللي يخافون على العراق. الله يخزي ذيوله، الله يخزيهم إن شاء الله، الله يخزيهم باسم الدين باقول الحرامية. ولكم إلى متى، إلى متى تتقطون بالعمايم، بالعمايم وتبقون المظلومين والتعبانين، وتشوفون الناس قدامكم الهجمة بيوتها؟ ترى هاي المظاهرات اللي صارت بالمناطق السنية والله نفس المظاهرات اللي قاموا بها أبناء الجنوب هسه، نفسها طالبوا بها الناس خطية، رادوا همنا تعيينات ورادوا شوارع تبليغ وتهموهم داعش وتهموهم بعثية وبادوهم البادة كاملة بالطائرات وبالمدافع وبالراجمات، يعني هجموا بيوت العالم. فالمناطق السنية مو محررة، محرمة. وكل من يقول المناطق السنية محررة يؤثم أمام الله، مو محررة، مخربة، مناطق السنية مخربة والناس معه ناس مهجرة. ونعمة الله على الذيول من السنة، أكو سنة هم ذيول لإيران سيد عمر. نعم، أكو ذيول، أكو ذيول من السنة هم تابعين لإيران. نعم، أكو قنوات باسم السنة هم تابعة لإيران، مثل قناة الأنبار وقناة الديوان وقناة سامراء، هذول من مسيطر عليهم؟ يعني ولا كأنما أكو مظاهرات ولا كأنما أكو دماء سائلة في في في, في العراق، ولا كأنما يعني عندهم شغلة مثل عادية. نعم، وأشكركم أني وإن شاء الله نصر للمتظاهرين، وتحية لأهل التكتك الأبطال، تحية لهم. إي والله، وأشكركم. الله
محيك، انا اشكرك ابو محمد. كان معنا اتصال ابو سراء من كركوك. ابو اسراء لو ابو سراء؟ مساء الخير. مساء النور. تحيه لقناتكم الابيه. حياك الله. اسمك ابو اسراء لو ابو سراء؟ ابو سراء. ابو سراء. سراء، نعم تفضل ابو سراء. هي حاليا العراق لا هي دوله، والحكومه هي حكومه ايرانيه بالوكاله اخي. نعم. الشاعر الكبير معروف الرصافي في وصف مجلس الامه بزمان الملكيه قال: انا بالحكومه وسياستي اعرف، اؤلام في تفنيدها واعنف، علمهم ودستورهم ومجلس امتهم كل عن المعنى الصحيح محرف، اسماء ليست لنا سوى الفاظها، اما معانيها فليست تعرف. هذول منين يجوا؟ والله لا نعرفهم، نصهم كلهم ايرانيين ونصهم ما ادري شنو. اخي هذول الشباب اللي المعروف هسه بالعراق يقولون مقتدى الصدر قاتل، انا اسمي مقتدى الغدر. زين ليش ما يحيلون للمحكمه؟ اذا اكو حكومه عراقيه صحيحه ليش ما يحيلون للمحكمه؟ القضاء حاكمه، ليش تقتل بهالشباب؟ ليش تقتل بهالطلاب؟ ليش تقتل بافراد شعبك؟ وشكرا. شكرا ابو سراء من كركوك. ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك استاذ عمر؟ حياك الله، يا هلا بيك. هلا بك، تحيه لك وتحيه للغلاء وتحيه للكادر الغلاء، تحيه للشعب العراقي، تحيه لثوره ثوار تشرين الشباب العراقي السائر، تحيه له ورحم الله شهداء العراق. حياك الله. بالنسبه للاستاذ عمر، هو العراق هو المشكله، الحكومه الايرانيه ولا يوجد معالجه على الجيش العراقي السابق استاذ عمر. الجيش العراقي مسلوب الاراده لهذه الدرجه، يعني عجيب استاذ عمر، لحد الان لم يتحرك هذا الجيش ولا الامن. لو كان في جيش استاذ عمر لا ما فعل الميليشيات الايرانيه التي قتل تسمى بميليشيات مقتدى الصدر، وهي ايرانيه ليست تقتل بالعراقيين، وهي ميليشيات كثيره بالعراق. لا يوجد دولة، لكن الشعب العراقي جاهز وسوف يسقطهم كلهم جميع الذيول هذه. وتحية لك. حياك الله أبو فيصل من السعودية. كان معنا رسالة. السلام عليكم، أشكر قناتكم العظيمة. الحكومة ما جاي تشوف، يتساءل أو تتساءل هاي الناس جاي تتكتل بالشوارع، وينكم؟ شوفوا الناس ماتت، سوونا حل، حالنا حال البلدان الأخرى اللي عايشة بخير. رسالة من أم آمنة من بعقوبة تقول فيها: أحيي المتظاهرين الله يحفظهم، إخواني استمروا بالتظاهرات، حسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين. آدم من ألمانيا يقول: السلام عليكم. يقول: هذا الوقت الحقيقي لفصل الدين عن الدولة، وأخيرا راح نخطو خطى الدول المتقدمة ونبني الدولة. كفى هذه المسميات سني وشيعي وكردي. يقول: اجى وقت التكنوقراط وانتهت حضرتك اني وانت عراقيين وبس. شكرا لقناتكم البطلة. رسالة اخرى يقول فيها، يقول: السلام عليكم، احييكم واحيي قناتكم الموقرة. اخوكم من الكويت عبد الله العازمي يقول: ربي يحمي الشعب العراقي من كل شر، وسيأتي باذن الله يوم انتصاركم على الظلم والحرامية، ونفرح معكم قريبا بتحرير العراق الشامخ العربي الأصيل. نعم، معنا اتصال. عثمان من أمريكا. عليكم. أهلا أخي. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله. يا أهلا بك. الله يبارك فيك. الله تحية يسلمك. تحية للقناة الرائعة. حياك الله. الله أن ينصر ثورتنا المباركة. الله يسلمك. وشكرا لجهودكم جميعا، تحية لجميع المتابعين. هذا واجبنا أخي العزيز. أخي الكريم. نعم. الله يبارك في عمرك. أخي الكريم، اليوم مقتدى الصدر. نعم. وميليشياته. سبحان الله. أحب أن أقول كلمة دائما حتى يعني أكتبها في بعض المواقع، في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. أنه الوطنية شرف لا يناله أي إنسان إلا إذا كان وطني حقيقي. فلذلك هو مثل الرزق. فمقتدى الصدر نواياه يعلمها الله سبحانه وتعالى، ونواياه احنا ما نقول نعلمها، لكن احنا هذا اللي نشوفه الظاهر، نواياه ابدا غير صادقه.
ضد الثورة ويحاول جاهدا لإجهاض الثورة، وورطوا السياسيين الأحزاب خلوه ينسحب من المظاهرات وينقلب على المتظاهرين، ومن بعد ذلك انقلبوا عليه هو أيضا. احنا يمكن يعني نشوف الأخبار، انت تشوف يعني اكيد متابع يعني اكثر من عندي، لكن هذا اللي واضح عندي هاي حسب نظري الشخصية. الآن مقتضى الصدر خسر الجميع، حتى إيران، حتى إيران الشرق. تخيل إيران الشرق البارحة، طبعا هذا أحكي لك على أحد المسؤولين، مسؤولين الشؤون الخارجية، مسؤول الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة، يقول أنه مقتضى الصدر خسر الثقة مع إيران، فلذلك سلمت الملف العراقي إلى حسن نصر الله في لبنان، وهذا حقيقة. نعم. فسبحان الله الآن موقفه جدا صعب، ولا يتصلح. وذاك اليوم أشوف ناجح الميزان يطلع بالتلفزيون يقول أنت عراقي يا مقتدى الصدر. أي عراقي؟ إلى متى هذا يعني الكلام المجاملة اللي هي على الباطل؟ إلى متى؟ ليش ما تكونوا وقفة واحدة، كلام واحد؟ خلاص مقتدى خائن، الشعب كله يقول خائن، ليش تخاف؟ إلى متى المجاملة؟ والله ها خاف يرجع بالمستقبل، شي رجعة وخليه يرجع، يعني إذا رجع ما راح يموت، يعني كم قدر يعيش. فأنا عذرا يعني يمكن يعني أطلت عليك، لكن نعم. لكن هذا الصراحة المشهد مزعج. يعني الليل إحنا من نام أخبار، يعني الأخبار تجينا بصورة مكثفة، يعني حتى رسالة مسربة من أحد المتظاهرين يقول في اجتماع الصدريين معهم، في اجتماع الصدريين معهم في الخيم، طلبوا منهم ليس كما يشاع، كلا، طلبوا منهم التأييد والبيعة لمقتدى الصدر وعدم صعود الناشطين فلان وفلان وفلان بالأسماء إلى جبل أحد أو المطعم التركي، ويعني وإلا بنهاية الرسالة. هذا ما وصلنا. نعم سيدي. أنا أشكرك أخي عثمان من أمريكا. كان معنا مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييك ونحيي الثورة العراقية العربية المجيدة أولا، ونشكركم ونحييكم على تغطيتكم الحرة الشريفة النزيهة لنضال الشعوب ونضال الوطنيين والكفاءات والمستقبل والرؤية الأمل الطموحة الفعالة. يا سيدي الثورة سيطرت، الثورة سيطرت على العراق بالكامل بلا استثناء، ولم تتراجع. بس هل نظام العصابات أدرك أن الثورة سيطرت؟ هل يفهم ويستوعب يواجه شعب؟ يعني نظام صراحة، يعني مع احترامنا لحضراتكم والمستمعين، نظام غبي جدا، نظام لا يعرف ماذا يفعل. انت بتواجه شعب، نظام العصابات بتواجه شعب، بتواجه إرادة شباب، شباب مستقبله ضاع، شباب يعني أصبحنا أضحوكة في وسط الدول بسبب أفعالكم الدنيئة. يعني شيء لا يقبله حق العقل البشري، لا يقبله، لا يتصوره إنسان عاقل أبدا، أن تفضلوا مستوليين على الموارد وتوظفوها لتطنيع العصابات والميليشيات والأمريكان والصهاينة والنظام الإيراني العنصري. يعني نظام صراحة مقزز، نظام مقزز لا يقبله أي إنسان سواء عنده دين أو ما عندهش دين حقيقة. يعني فيا سيدي الثورة سيطرت، فاحنا نطلب ثورتنا المجيدة بأنها تأخذ خطوة فعالة وتشكل حكومة من داخل الاتحاد والميادين. دول مش هيجوا بالذوق والأدب. الأمم المتحدة خلي بالك بقالها فترة يعني إيه نايمة على الخط، نايمة بتقول لك أما أشوف الكفة هتميل فين، نزلوا الجيش. طبعا الجيش هينزل بالدبابات الأسبوع الجاي على فكرة، هينزل، بس طبعا انقلاب عسكري مش هيحصل والله لم يحصل. الشعب له إرادة ولازم إرادة الشعب تتحقق، ونطالب بتشكيل حكومة من داخل الاتحاد والميادين بإرادة الشعب، والشعب صاحب البلد وهو صاحب القرار، وانتم كنتم موظفين عند الشعب رغما عن ارادته واستغنى عنكم. خلاص المجرم يتحاكم ويتحاسب. وسيدي مقتدى الصدر ارجوك للمره المليون يا والدي بلاش احقن الدماء، والزم بيتك، اقعد مع احفادك ربيهم، وازرع شجره وامسح دمعة يتيم رجاء. نداء حسيني من داخل جمهوريه مصر العربيه لحضرتك، كافي امريكا استعمرتنا ونهبت ثرواتنا واصبحنا مش شرطين في وسط الدول. فارجوك يا والدي الزم بيتك، وانا اشكر سيادتك. مصطفى السيد من مصر كان معنا، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال احمد من النجف، تفضل احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله استاذ عمر الغالي وحيا الله قناه الرافدين. تحيا ودوم، الله يسلمك ويخليك. الله يحييك، وان شاء الله هاي القناه اللي جاي تنقل معاناه المتظاهرين ومعاناه المعتصمين ومعاناه الاخوه الذين رفضوا الاحزاب، وخلي يكون بمعلوم استاذ عمر، فيكون بمعلوم الكل. نعم. انه النجف بكل اطيافها ترفض الاحزاب الفاسده والاحزاب الدينيه، زين، اللي يعني عاثت بالارض فساد وظلمت واستبادت بالظلم وقتلت شبابنا وصادرت يعني حقوقنا وقتلت الفرح اللي عندنا. النجف يعني خاف واحد يقول او يتكلم او يكذب على الناس من خلال الاعلام. هاي احنا اتصال مباشر وانا ابن النجف، انه كل الاحزاب عندنا بعد اكس احمر، وان شاء الله من تجي حكومه جديده او تجي انتخابات ما يشوفون مقعد واحد، لا راحت تلبت اكبادنا وراحوا شبابنا وراحوا ولدنا وراحوا يعني النجف. الان النجف اللي ميزانيتها يعني ايش اقول لك ايش قد استاذ عمر، يعني ما تنعم لا بماي تبليط ولا بماي شرب ولا بكهرباء ولا خدمات صحيه، زين، وعلينا بس الكلام النجف والنجف والحكومه بالنجف والاحزاب النجف، والنجف اصلا مظلومه. النجف ما تتمتع بكل ابسط امور الحياه ما موجوده بالنجف. هذا جانب. الجانب الثاني خلي يكون بالعلم البقيه، اليوم خرجت الطلاب وطالبات النجف والساحات الاعتصام ما تنسحب ولا تتنازل، وكلامنا واضح، كلا للفاسدين، كلا للاحزاب، كلا للظلم. بعد ما تضحكون علينا، بعد ما تشمروننا، كشفناكم يعني كل شيء اتضح. بعد يعني ما تمررون علينا اي شيء، انخدعنا بيكم 14 سنه من الظلم من الدمار من الوعود الكاذبه، وانتم اصحاب اموال طائله صرتوا، ابنائكم وبناتكم ومؤسساتكم واحزابكم، زين، لكن الله بالمرصاد، وان شاء الله شبابنا ومظاهراتنا وبساحه الاحرار مال النجف اللي سميناها ساحه الاحرار ان شاء الله. الله يحفظكم ويسلمكم. أنا أشكرك أخي أحمد من النجف. كان معنا أبو علاء من بغداد، تفضل أبو علاء. يا أهلا وسهلا أستاذ عمر، الله يسعدك. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هاي الطبقة السياسية هم كلهم كل أقسام المتشابكة لا تعرف بعضها البعض. هذول هاي الطبقة السياسية كلها أقسام متشابكة لا تعرف بعضها البعض، انه كلهم جاؤوا بالمركب الامريكي وجاؤوا ضمن الاحتلال الامريكي واسستهم الحكومه الامريكان. اضافه الى ذلك حصنوهم بالدستور، هذا الدستور كتب لوس انجلوس ب 2001، كتبه وجاب برايمار حمله على انه العراقيين صوتوا عليه. هاي كذوبه كبيره على الشعب العراقي، خليه يوحى الشعب العراقي على قضية الدستور والتي تم دعمها من قبل فلان وفلان وإلى أنه صوت الشعب العراقي، هذا كله غير صحيح. اثنين، أنا متظاهر من 2010-25 شباط، واليوم منها لحد 1 أكتوبر 2019 سقط الشهداء مجلس الجمهورية. أنا قلتها بيوم اللي أول شيء سقطت الحكومة، وهذا شاهدين المتظاهرين على كلامي فيه، وكنت من الناقدين الشهداء، وجينا يوم 2 بالشهر وجينا لا جنا يوم 25 بالشهر. هذه القوة السياسية أباتت أنه احترقت بالكامل، وأمامها شيء واحد أنه يسلمون أنفسهم إلى المحاكم،
وعادة الأموال، وكل من تثبت عليه جريمة ينال جزاء العادل بقضاء عادل، يصير من يأخذ جزاء. نعم. أما أنه أستاذ عمر محمد علاء، وهذا آخر حصان يراهنون عليه. كل ما هنالك يريدون يكسبون الوقت، وعبالهم الوقت مصالحهم، ما انه هاي بعد ما تمر. واضافه الى انه كانوا من يراهنون اليوم اسقط الشرعيه مقتدى صدر، ربما انه طلعوا مظاهرات ودق ومظاهرات في عقر داره في النجف، انتهوا كلهم. فاني انه يعني اكو امل انه مستقبل العراق سيصبح بعافيه ويستعفي من جروحه ومن الشهداء اللي سقطت في هذه الثوره. وانا اشكركم واشكر قناتكم الفضائيه الجميله التي وقفت في لب المظاهرات، ويومنا تنقل كل الاحداث وتوثق، ويطلعون يقولون انه المظاهرات وشهداء، ماكو شهداء مثل الحاكم الزاملي. نعم. والحاكم الزاملي على يوم الافواه. نعم. هؤلاء كلهم متورطين وكلهم يدافعون عن نفسهم. يدافع. نعم. عن نفسه لانه هو متورط وراء قضاء وراء محاكم وراء هذا المراد من عندهم. وانا اشكرك. نعم. انا اشكرك ابو علاء من بغداد، كان معنا عبد الرزاق من بغداد. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا. والله اني عندي ثلاث مواضيع ممكن تسمع لي أشارك فيها. والله أول موضوع أول شيء يعني لازم الصراحة تقال تحية جلال واحترام لكل شهداء العراق، وتحية وجلال واحترام من كل أمهاتنا بالعراق. اليوم يصادف عيد الأم بكل العالم. أنا أساساً أقول من بغداد، لكن أنا عايش في الخارج في النرويج. نعم. لكن أنا أحب أشوف اسمي يطلع وأكون من بغداد. نعم. ممكن يعني. وهذا. يعني صوتي تعبان. نعم نعم، وهذا اللي كتب العمر هذا اللي كتبنا لك يا عين عبد الرزاق. تسمح لي؟ أي تفضل تفضل. أي يعني نبوس نقبل أيادي كل أمهاتنا العراقيات داخل العراق ونهنيهن على عيد الأم اليوم، وإن شاء الله نقول لهم النصر ويشيلن أعلام العراق ويهنيهن النصر بعون الله، هو قادم للمتظاهرين. نعم. وذولا يعني عندي هم مداخلة على موضوع هذا الشخص الشيخ الطفيلي اللي أشوفه على قناتكم. نعم. هذا الطفيلي إذا سمحت يعني عمر، أني رجل يعني مو كلش يعني أعرف بالشيوخ ذولا، هذا هو من لبنان ولا من حما ولا من حمص؟ من لبنان. من لبنان. نعم. طيب أخي يعني يعني هو مقاري تاريخ العراق، إش قد على ملايين السنين، إش قد جوي حرامية من أيام 44 أو ألف ليلة وليلة وكذا، يعني مو كافي هم يعني يدخلون بالعراق، والمظاهرين قالوا ما نحب أحد يدخل بالعراق من العمائم، مع احتراماتي. إيه بس هو دا يذكر ما يحصل في العراق من فساد، مثل ما تذكر منظمات مختصة وتعطي أرقام سنوية إنه الدولة الفلانية. لا هو هذا أنا أسمع اللي يتحدث فيه. نعم. أنا أسمع وأشوف. نعم. لكن أخي العزيز يعني بإمكانه هو ينصح السيد نصر الله وحزب الله ويعطي هاي النصائح البلدة. أما إحنا دولة أسود الرافدين ولد الملحة، وعياد علاوي موجود في لبنان، وفلوس العراقيين تطلع من الخضراء إلى داخل لبنان، وبيض يا حبيبي، والسرقات على عينك يا تاجر، ولا غلط؟ يعني على العموم يعني اليوم توصل رسالتي. أنا فاهمك عبد الرزاق. اليوم اذا انت اي صوت حول العالم عبد الرزاق، انا خليت تليفوني على اسمي. نعم. عبد الرزاق تسمعني؟ اللي ياخذ الاتصالات. عبد الرزاق، اليوم اي صوت بالعالم، ان كان منظمات دوليه في الامم المتحده او الدول او الشخصيات من كل دول العالم، اليوم ده يقول لك يوقف مع العراق ومع الشعب العراقي
بشكل صحيح ويقول لك اليوم ترى العراق صار له 17 سنة دا يعاني وحدة اثنين ثلاثة، ما العيب في ذلك؟ أنا أقول لك يا الصراحة، خلينا نحكي بالمكشوف، هو اللي نعم. بيدهم هاي بيد الله، هم غصبا عليهم الله جابهم، والله هذا اللي وياي اللي يوقف الجبال كلها، هذول اللي بالخضراء إذا ما يروحون لغوانتنامو إحنا راح نسوي لهم غوانتنامو بغداد، خليني أحكي، وإذا ما إذا 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 مو غوانتنامو بغداد إحنا ولد الملحة راح نطب عليهم بعد شهر ونجن جنوننا وناكلهم بالسنة، وهذا هم يعني تلمية بالسنون الأكل. نعم. ولا غلط؟ أنا أشكرك أخي عبد الرزاق من بغداد كان معنا. أيمن من بغداد تفضل. أيمن، أيمن تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أيمن. علي عبد الحسين من العراق يقول نعم. أيمن أنت ويانا؟ نعم وياك. نعم تفضل عيني. أيمن تفضل. تفضل. أكو مشكلة بالاتصال مع أيمن من بغداد. علي عبد الحسين من العراق يقول نحن نطالب بحقوقنا فقط، ولكن الأحزاب السياسية جاي تقمع بينا، نحن ثوار ساحل التحرير نطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري، جاي يقمعون بينا ولا نريد أحزاب ولا فساد. تحياتي لكم أيها الأخوة الكرام، عاشق العراق علي عبد الحسين من بغداد. حياك الله أخي علي عبد الحسين. معنا اتصال من أربيل، أبو محمد بن أربيل. تفضل أبو محمد. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لقناة الرافدين أستاذ عمر. حياك الله يا أهلا بك. سألوا 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 هتلر، قالوا من أحقر الناس؟ قال أحقر الناس الذين يساهمون على احتلال بلدهم. نعم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال المنافق، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أمن خان، وإذا أعد أخلف. نعم. أستاذ عمر، مو كافي المقتدى الصدر انكشفت أوراقه، قاعد بقوم بطهران ويصرح، مو تاريخك الأسود سوته، يعني انت خسرت الدنيا والاخره، يعني العالم كانت تحترمك، العالم كانت تحبك، القدرك الخاطر ابوك، سمعه ابوك، يعني مو كافي، مو قتلت الناس، قتلت العالم كلها، مو هذا الشعب مو فضحك، مو انت فضح الله خزاك بالدنيا قبل الاخره، كافي يا اخي يا مقتدى الصدر، مو كافي جزء من العالم، مو قتلت العالم كلها. نعم. تحياتي لك استاذ عمر، ممنون، رحم الله والديك. حياك الله يا هلا بك ابو محمد من اربيل كان معنا. عماد فيصل من امريكا يقول تحيه لك استاذ عمر والى قناتكم الوطنيه، يقول انتصرت اراده الثوار امام جبروت وجرائم ميليشيات مقتدى، فتحيه لهذا الصمود البطولي، والى الامام تستمر ثورتكم حتى ازاله كل الرواسب ومخلفات حكومات ما بعد العام 2003، والرحمه لشهداء العراق. رسالة من أم الوفا من كربلاء تقول السلام عليكم، بالنسبة للسيد مقتدى من يقول على الاختلاط، اختلاط التظاهرات ترى بكل مكان، تقول أكو اختلاط. أخي مقتدى من حق الإمرأة أن تشارك بالمظاهرات. تقول دا أحس مقتدى يأخذ دور الدولة الإسلامية داعش كما تقول بالقتل والخطف وفتاوى تحريم الاختلاط الرجال مع النساء. انكشفت ورقتك يا مقتدى تقول هي. نعم طبعا أنا أعتذر على الاتصال على خدمة الواتساب أخواني، الواتساب فقط مخصص للرسائل القصيرة، دائما نؤكد الرسائل القصيرة. سعد من السعودية يقول سلمية الثوار أركعت الطغاة ومزقت الشعوب ومرتزقت الشعوب في العراق والمنطقة حتى أصبح صدى حناجر الثوار كالحناجر في أكباد الفاسدين، حفظ الله العراق وأهل العراق. نعم قول السلام عليكم، نطالب من الحكومة تأخذ ثار الشهداء، ليش ما حد جاي يسمع صوتنا يا حكومة كذا، ثورة تشرين مستمر. أخي هي الحكومة متهمة بقتل المتظاهرين، شلون تأخذ ثارك؟ هي متهمة، هاي شفناها بالصوت والصورة كيف يتم إطلاق النار
وحتى الطرف الثالث اللي هي سمتها وسمتها بعض الميليشيات والأحزاب السياسية ما قدروا يلزمون واحد من الطرف الثالث اللي هم يقولون عليه طبعا بحسب روايتهم. نعم. حجي أم محسن من لندن تقول أنا ما أعرف أكتب فدازتنا مقطع صوتي، بالظاهر ابنها أو بنتها كاتبة تقول الضربة اللي تيجي بالمتظاهر كأنه بقلبي قلبي وربي داعي لكم. الله يسلمك حجية. نعم. طبعا كذلك اليوم التظاهرات اللي خرجت في العاصمة بغداد، تحدثنا في بداية الحلقة بأنه الكثير من الجامعات خرجت، منها الجامعة التكنولوجية خرج الطلاب بالآلاف وتوجهوا إلى ساحل التحرير، رددوا هتافات تؤكد على الاستمرار بالإضراب تضامنا مع ثوار تشرين حتى إسقاط النظام وأحزاب الفاسدة وتحقيق جميع أهداف ثورة تشرين. نشوف جزء أو مقتطف من تجمع الآلاف من الطلبة من الجامعة التكنولوجية. نعم، معنا اتصال. عدنان من الكويت، تفضل عدنان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نحييك ونحيي قناه الرافدين. حياك الله، يا اهلا بيك. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. انا في عندي ثلاث نقاط لو سمحت لي على اساس باختصار على اساس بتكلم فيهم. تفضل. النقطه الاولى التصريح اللي خرج فيه المرشد الايراني علي خامنئي اللي أي تشكيل حكومة قبل تشكيلها، يعني هذا تدخل سافر في يعني الأساس يعني في شؤون العراقية. نعم. وأظهر العالم يعني باعتبار أن إيران هي اللي يعني على أساس أن تسيطر على سياسات اللي قاعدة على أساس أن قاعدة تلقاها كلها الأحزاب هذه الموجودة والحكومة العراقية، خاصة في ظل الحكومة علاوي الجديدة قبل تشكيلها لقينا ان علي خامنئي هو اللي يؤيد هذه الحكومه قبل تشكيلها. هذه النقطه الاولى، وهذه على اساس انها تعطينا دلاله واضحه اذا تم تشكيل الحكومه وسكت الثوار عليها، يعني تعطي دلاله واضحه باعتبار ان السياسات اللي راح تلقاها هذه الحكومه هي املاءات ايرانيه. النقطه الثانيه مقتدى الصدر، انا اريد اوضح شغله واحده وانت تقدر تناقشني فيها اذا انا كنت غلطان. مقتدى الصدر من 2003 يعني الحكومة إيران جعلت من هذا الشخص معارضة على أساس الشخص تسكر كل المعارضات اللي موجودة اللي راح تشكل في المستقبل إذا كانت على أساس يعني تنطق باسم يعني معارضة حقيقية تشكل من صميم الشعب العراقي. مقتدى الصدر شكل معارضة بس هذه معارضة وهمية، يعني بس بدون تجاوز أخي. ماشي أوكي عدنان. نعم؟ يعني أنت ممكن تطي رأيك بس بدون تجاوز. أنا أشكرك وأعتذر من عندك لأن خلاص وقت البرنامج، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.